بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. أنا في كل مرة بنبهر وبندهش وبفتخر بالجزائر وكمان بجيش الجزائر. مفيش أي جيش عربي عنده روح القومية والعروبة قد الجيش الجزائري. أعداء الجزائر جاهزين تشوفوا الفيديو؟ يلا نتوكل على الله. افتحوا اليوتيوب واكتبوا الجيش بس، ما تكتبوش جيش السودان او عمان او مصر او اي دولة عربية، اكتبوا الجيش بس وجنبها اكتبوا يهتف لفلسطين. قبل ما اكتب فلسطين ظهر في محرك البحث كلمة غزة. نكتب فلسطين وندوس انتر، هيظهر لك نتائج فقط عن جيش الجزائر. سامعين؟ الله على الجمال والحلاوة. لا بل تتمنى أن يراها الله في زائد حاجة تخليك من جواك فخور بجيش الجزائر والعروبة. واحد من الجماعة اللي فرحانين بالتطبيع هيقول ما يروح الجيش الجزائري يحرر فلسطين. هرد عليه واقول له تعال حط ايدك في ايد الجزائر وحرر فلسطين، لكن انت فالح بس في السخرية والتريقة، وبدل ما تحط ايدك في ايد اخوك حطيتها في ايد اسرائيل. انا ما اقصدش حد معين، انا اقصد اي مواطن عربي دولته طبعت مع اسرائيل وفرحان بالتطبيع ويجي يتريق على الجزائر. ما شفتش بجاحة اكتر من كده. ناخد بالنا من اللقطة دي. ايه الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ هو في كده؟ يا جدعان دي حاجة عظمة جدا جدا، حاجات ترجعك لأيام هواري بومدين وجمال عبد الناصر، أيام الوطنية والقومية العربية والكرامة. الجزائر كل يوم بتثبت إنها بلد كل العرب وجيش كل العرب والمسلمين. حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر.